مرحبا، معكم المهندسة نجلة. اليوم رح نصمم هذا الكوب اللي قدامكم بشكل كتير حلو وسهل. خلونا نبدأ ونتعلم كيف، وخلوكم معي لآخر الفيديو، وأي تعليق اكتبوا لي اياه بصندوق التعليقات ورح كون معكم دائما. الخطوة الأولى رح تكون انه نحن رح نرسم السطح العلوي والسفلي للكوب. من نسوي توب بلين رح ناخد سيركل، من سمارت دايمنشن رح نحدد قطر السيركل 50 ملم. بدنا ناخد السطح العلوي، نعمل اكزيت سكتش. من فيوتشر رح ناخد ريفرنس جيومتري بلين، رح نحدد نحنا السطح اللي عم نرسم عليه. من الشجرة هون بنحدد التوب بلين، انا عم اشتغل على التوب بلين فبحدد التوب بلين. رح حدد طول الكوب 100 ملي، صار عندي البعد 100 ملي واللي هو رح يكون طول الكوب. من بلين بفتح سكتش، برسم سيركل، من سمارت دايمنشن بحدد قطر السيركل 75 ملم. صار عندي السطح العلوي والسفلي جاهز. كيف بشيل هاي البلين؟ بنقر إشارة العين، راح البلين، ضل عندي فقط المستويات الدوائر، السطح الأول والسطح الثاني. من لوفت بحدد البروفايل الاول البروفايل الثاني، بلاحظ صارت عندي الكاسة جاهزة. طيب اذا انا بدي ارسم هون شكل، بدي اعمل انحناء داخلي او خارجي، كيف بعمل؟ بدي حدد مسارات دليلية. كيف؟ اول خطوة رح حدد انا مستوي فرونت بلين مثلا، وبدي ارسم هلا المسار الدليلي. انا الكوب اللي عندي عنده اقواس نافرة لبرا، هذا القوس الاول وهذا القوس الثاني. كيف بدي اعمل ربط بين سطح الدائرة والقوس؟ بحدد سطح الدائرة وبحدد نقطة من القوس، بيرس. بيرس هي لربط السطوح. هلا في عندي انا هون كونسيدنت، الكونسيدنت انا بستخدمها بكون عم ارسم بمستوي واحد، بس انا عم برسم بمستويين فبدي استخدم بيرس. وبحدد نقطة من القوس، لأنه ما بيصير حدد القوس والدائرة، بيصير أنا هون عندي مستويين وأنا بالأساس بدي بس نقطة واحدة، فبيصير أنا هون عندي تماس بين القوس والدائرة متقاطع. بحدد النقطة الثانية مع السطح، صار عندي المسارات الدليلية مربوطة مع السطح بشكل كامل. بحدد أنا القطر، طبعا هون ما بكفي أنا أرسم بس مستويين دليليين. ليش؟ لأنه هون رح ياخد المسار الدليلي وهون رح يضل بشكل مستوي، فأنا بدي أرسم هلأ بما أني رسمت على الفرونت بلين رح أرسم على الرايت بلين، رح اخذ سكتش ورح ارجع ارسم المسارات الدليليه على الرايت بلين. باخذ نفس الاقواس وبنفس الطريقه طبعا رح يكون في عنا فيديو تاني لنتعلم مسارات دليلية بأشكال تانية. هيك بيكون المسارات الدليلية كاملة عندي. بنرجع على اللوفتد بوس، بنحدد البروفايل العلوي والسفلي. هلا بدنا نعطيه المسار الدليلي، ننتبه هو كيف شكله، بدنا نخليه يمشي على المسار الدليلي. بنجي على شيء اسمه جايد سيرفيس او المسار الدليلي، بنحدد المسار الاول. بدنا ننتبه هون، ما بدنا اياه يكون منحني مغلق او سكتش مغلق، بدنا اياه نحن هون سيلكت اوبن لوبس، يعني ياخذ المسار اللي عندنا. بنتاكد انه نحن محددينه
ومنحدد المسار بنعطيه اوكي. نحن عم نحدد select open loop مشان ياخد شكل المسار تبعنا، ما يضل اخد سكتش مغلق او ياخد المسار اللي هو حاطه. هيك بيكون صار عندي الكوب مشي على المسارات اللي انا حطيتها. بعطيه اوكي. فيليت ثمانية مليمتر. هلا بدنا نفرغ الكوب. منشال رح نحدد السطح اللي بدنا نفرغ منه، ورح نحدد السماكة 2 ملي ومنعطيه اوكي. منلاحظ انه الشيل بياخد الفليت كامل. هلا بدنا نرسم مسكة الكوب. لحتى نرسم مسكة الكوب بطريقة كتير سهلة، اول شي بدنا نحدد القواعد تبعوت المسكة. رح ناخد مستوى فرونت بلين، رح نرسم مربعين اللي هنون القاعدة، بدنا نقيدهم. اول شي رح ناخد مربعين مع محور الاحداثيات فيرتيكال، رح ناخد اطوال المستطيل الاول، الطول 10 والعرض 5. رح ناخد المسافة بين المستطيل الاول والمستطيل الثاني 40 مليمتر، المسافة بين القاعدة والمستطيل السفلي او القاعدة السفلية لمسكة الايد 35 مليمتر. المستطيل الفوقاني تقيد. كيف بدنا نقيد المستطيل التحتاني؟ بدنا نحدد له ابعاده، منقول له الطول مع طول المستطيل الاول ايكوال، والعرض ايكوال. صار الشكل مقيد بشكل كامل اكزيت. منلاحظ انه السكتش صار مرسوم داخل الكوب. نحنا بدنا نعمله طباعة على السطح الخارجي. من فيوتشر ناخد سيرفيس، في عنا شيء اسمه سبليت لاين. سبليت لاين هي بتعني طباعة على السطوح. محدد عنا السكتش اللي بدنا نطبعه، ضل عنا نحدد السطح. منحدد السطح، هلا هون السطح رح يتحدد على الجهتين، بدنا نرسمه نحنا على جهة واحدة، فبناخد له سينجل دايركشن. طبعا من هذا القوس فيني حدد الاتجاه اللي بدي اشتغل عليه، او من ريفيرس دايركشن. بعطيه اوكي. منلاحظ انه القاعدة اللي مسكت اليد صارت مرسومة على سطح واحد. بدنا نحنا هلا نحدد المسار الدليلي لمسكت اليد. رح ناخد المستوى رايت بلين، رح نرسم شكل مسكة اليد. رح نرسم السطح السفلي لمسكة اليد. طبعا بالفيديو الثاني رح نتعلم طريقة تانية لرسم مسكة اليد بدون نحنا ما نكون راسمين مسار دليلي. رح نربط مسكة اليد بالسطح. بيرس. من سمارت دايمنشن رح نحدد الأبعاد. وأبعاد القوسين.
هناخد قطر القوس الأول 50 مليمتر، وقطر القوس الثاني 40 مليمتر. بنلاحظ انه الشكل صار مقيد بشكل كامل من لوفت. رح نحدد له البروفايل الاول، البروفايل الثاني. بنلاحظ انه الشكل صار هون. بنجي على الجايد سيرفيس، بنحدد له المسار الدليلي تبعه. صارت مسكة الايد جاهزة. من في الليد بمقدار 1 ملي. اوكي، صار الكوب عنا جاهز بشكل كامل. بدنا نحدد نوع مادة الكوب من appearances. رح ناخد مادة الكوب glass، نختار اللون اللي بدنا اياه. طيب اذا نحنا حبينا نغير اللون، في عنا date appearances، تطلع هون عنا قائمة الالوان اللي بنختار منها اللون اللي بدنا اياه. انا بفضل هذا اللون. اوكي، صار عندي الكوب هيك بشكل جاهز. اي سؤال او اي استفسار ناطرتكم انا بالتعليقات. اضطروني بالفيديو الجاي، رح يكون في عنا معلومات كتير مفيدة وجديدة. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.